كل حادث لا بد له من محدث وموجد. فهذه الموجودات وهذه المخلوقات علامة ودليل وبرهان على موجودها، كما أن الأثر يدل، نعم، وكما أن البعرة تدل على البعير. إذا وجدت أثرا لماش على الأرض تجزم بأن هناك مسير، هناك من سار على هذه الأرض، وإذا وجدت بعرة بعير تجزم بأنه قد حل هنا بعير. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فلا يعقل أنهم خلقوا من غير خالق، ولا يتصور أنهم الخالقون لأنفسهم، لأن المعدوم لا يخلق ولا يوجد، فلا بد لهم من خالق غيرهم وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أو قصة جبير بن مطعم أنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ صلاة المغرب بسورة الطور فوصل هذه الآية كاد قلبه يطير. حجة دامغة، حجة ملزمة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كما جاء في المثل، لو أن هناك سفينة كبيرة تجري في البحر على ظهرها ما على ظهرها من أنواع البضائع وصنوف المأكولات والمركوبات والمشروبات وغيرها، هذه لا بد لها من موجد، لا بد لها من صانع، وهذه المخلوقات لا بد لها من صانع، لأنها لا يتصور أن تخلق نفسها، ولا يتصور أنها وجدت هكذا من غير سبب ومن غير موجد. لهذا يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى.